الوان ما شاء الله، الوان تبارك الله. شو 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 تبارك الله، داك الشيء ما شاء الله. خدمه خفيفه ظريفه، وتشوف صاله ملكيه لبسه بالصحه والسلامه مع الشاح ديال الكحل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، كما تنقولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا اعزائي المشاهدين عبر من زاد القناه، والف مرحبا. ثاني ديما جديد جينا وجبنا معنا ثاني، ديما تنفاجئكم مره تنفاجئكم شي حاجه اللي ما مطلعش في السوق، وشي ارتيكل تبارك الله ما شاء الله. انتم شوف تبارك الله كبير، فيهم واحد الدوره شرفيه الله يحفظك، تبارك الله كبير هذاك الشيء ما شاء الله. وقيلا قلنا وقيلا الله اعلم لاول وحدين الحمد لله نحطوا هذا الموديل هذا، الله يحفظ. نتمنى مع الله يكون خير. وصراحة بياسة نقيين ما شاء الله، داك الشيء الأناقة والجمال تبارك الله. عرفوا نشرفوا الناس وفهموا شنو كاين. هذا ممكن كما تنقولوا جليليبة تكشيطة، داك الشيء حداري، داك الشيء ديال النفس. وتبارك الله كي داير ما شاء الله، داك الشيء صراحة ديال النفس والحرير. هذا الموديل لا مسلم مخدوم في كما تنقولوا في لاسوا، وكما تنقولوا الشكل ديالو داير بحال زهاره صراحه، ستيل ايريزي. المهم هذا الموديل راه معروف هذايا، ولكن حنا دخلنا في الديزاين صراحه، طبعه زوينه ديالنا، شي حاجه اللي زوينه صراحه علائيه. المهم الثمن بدا ما نطولوش عليكم بزاف، من الاول الثمن هو 500 درهم، معاش مع الكخاب المزيان، الكخاب الغليظ المزيان، ماشي الكخاب الرقيق، الكخاب الزوين. الناس اللي تيعرفوا الكخيب راه عارفينو، الناس اللي تقدموا عندنا راه تيثقوا منا، تيثقوا فينا كما تنقولوا. وما تنساوش بارطاجيو مع العائله ديالكم اللي عندنا، راك عارف كومونتير زوين مع الحباب والصحاب، يديروا لنا شي كومونتير زوين. واللي اول مره دخل ما ينساش يبارطاجي مع الحباب ديالو ومع العائله ديالو باش نشعلوا وصلكم الجديد. ومع العائله هذا اللون المسكي تبارك الله، اللون الاول هذا، هذا اللون الثاني تبارك الله كي داير، ذاك اللون الثاني مهناني يا خويا ما شاء الله. شوف تبارك الله الاناقه والفخامه تبارك الله، واه ما شاء الله ما شاء الله. راه الكريتياني غريسيه تبارك الله، شوف تبارك الله النقري لون الدرهم، شوف تبارك الله كي داير ما شاء الله. راه الصومو ثاني تبارك الله ما شاء الله. هذاك الشيء فيديو خفيف ظريف، ما تنطولوش عليكم باش ان شاء الله باش تفرج الفيديو كامل. تبارك الله الصومو كي داير تبارك الله ما شاء الله. شوف تبارك الله البيض هذا كي داير، انا تبارك الله كي داير تبارك الله، واعر واعر واعر. أناقة صراحة تبارك الله، داك الشيء الفخامة والأناقة، الفير أوب، لون العرايس الحضور تبارك الله ما شاء الله. والثمن راه 500 درهم دو بياس، راه ما الثمن حتى ديال كما تنقولوا الشكل ديال هذا الموديل هذا. المهم حنا تنديروا واحد الثمن مناسب، وكرا شي حاجة اللي زوينة صراحة، ومع الكريب دوسوا مع لا مسلم جيرجي تبارك الله، داك الشيء تبارك الله زويون. المهم الثمن راني قلت لكم 500 درهم. شو اللون تبارك الله كيداير هذا النحاسي، الوان ما شاء الله، الالوان تبارك الله. شوف 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 شو. تبارك الله داك الشيء ما شاء الله، خدمه خفيفه ظريفه، وتشوف صاله ملكيه لبسه بالصحه والسلامه مع عشاق ديال الكحل. ها عشاق ديال الكحل، شوف تبارك الله، شوف 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 انا اخويا الاسود، شوف تبارك الله كي داير ما شاء الله ما شاء الله. العشاق ديال الكحل تبارك الله، كحل زواوة ترابي انا اخويا الترابي، شوف تبارك الله كي داير اللوين هذا الترابي يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والثمن راه قلت لكم الثمن، نعاود ناكد لكم 500 درهم. هانا شوف تبارك الله هذا لون تبرلاند كما تنقول لي حنايا، لون واعر ما شاء الله، لون شعر الجمال. والقفطان تيبقى الاختيار ديالكم، مثلا بغيتو شي قفطان مثلا نخدم معكم في الواتساب راه مرحبا، حنا راه ما عندناش مشكل، سوا خديتي ما خديتيش مرحبا بك، قصدتينا راه مرحبا بحال قصدت اخوكم. كما نعاود نقول لكم مثلا القفطان بغيتو ديروا مثلا مفتوح، اما ديروا في حنا درنا في هذا النحاسي، قرب السي سفيان درنا حنا في هذا النحاسي، بغيتو في الكريمي بغيتو الكري بغيتو اي لون من التحت مرحبا، حنا ما عندناش مشكل في الالوان نبدلوهم ولا. هذا الفير او بارد، شوف تبارك الله كيدير الفير او بارد هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله فير او بارد. هذا درناه ثاني مع قرب لي هنا، هذا درناه مع ثاني هكا، هذا كان هذا معروف، هذا الكراب مسلك عمودي راه معروف، ودرنا معاه هذا المسلك هذا بحال هكا دو بياس. شو كيجا ما شاء الله داك الشيء زوين، تيبقى الاختيار ديال الكليان، بغيتيه في اللون في اللون، بغيتيه بحال هكا مخطط تيجي دو بياس بحال هكا ومرحبا. كما تنقولوا ممكن ديري جلابه ممكن ديري تكشيطه، تيبقى الاختيار ديالك. والعبار اللي تنديرو فيه حنا دابا حاليا، هذا حاليا العبار ديال جوزونس، وكاين عندنا 3 متر
ومرحبا بكم. هذا هو سلسله سالونا. هذا العبار جاج جونس اللي حسبناهم دو بياس مع الكريب ب 500 درهم، والعبار ديال 3 متر تيكون ثمن بوحدو. راه كما تنقولوا الواتساب راه كاين النمرات في القناه محطوطه. ومرحبا بكم. تبارك الله كيدير هذا الكريمي هذا ثاني. هذا تبارك الله. واو هذه عروسه الحضور ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. داكشي الفن وخفيف، هادشي خفيف. تبارك الله كيجي. شوف 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 انا خويا الفخامه الفخامه. تبارك الله الفخامه الفخامه تبارك الله ما شاء الله. المهم هذا هو اخر لون من اللوينات، ورينا لكم اللوينات وشرحنا لكم وسمحوا لنا طولنا عليكم بزاف. وهذا هو كما تنقولوا الاخر لقطه. الله يسخر. السلام عليكم.